اي دومين في الانجينيوري راهو بازي على الماتيماتيك واحنا هنا في الفورماسيون بتاعنا باش نتعلم نصنعوا اون فيت دي موديل ماتيماتيك لي بروبليم هذوما باش نلقاوهم سوليسيون اوبتيميزي وراهو الفيير هذه لو ميور شوا اي عبد مازال ما يعرفش روحو شنو يحب يخدم في المستقبل خاطر الفورماسيون هذه تخليه ينجم يخدم في اي دومين كو سوا فينانس داتا ساينس اندستري لجني سيفيل اتخ انجيني سيفيليست حاجة طيارة على الاخر دومين مزيان وفيش برشا اخترت الجيني سيفيل في الانسيت سبيسيالمون على خاطر الفورماسيون تاعها دونك بوليفالونت على اون تري بون ريبوتاسيون الماتريال لي ماتيغ مام اللي نقراوهم كوتي براتيك نوصلو حتى في الشهر نخرج بالمرتين فيزيت شانتيي دونك حبيت نكون هكا مختلفه على عباد العاديين حبيت خاطر مش كيما انا انجينيور جيني سيفيليست يتعدى في الشارع كيما عبد عادي انا اي بنيه تعرفني نقعد نثبت فيها نقول كيفاش صارت باغ اكزومبل كيما الميليتير لي عبد عادي يقول بون مزيانه وكل مي انا بيرسونيلمون جو مو دوموند نقول كيفاش صارت قداش تكلفت الكل وقت لي انجينيور اللي شاركوا فيها بالحق نخمم كيفاش صارت كيفاش تحولت من رسمة صغيرة معناتها سامبل على شوف بابي الواقع معناتها فهمت لا كما تشوفوا لي زاباريج ميزور الكوابل والموتور للورناتور هذوما دي ماشين مصنوعين من عند الانجينيور جيني الكتريك تحكيكم على سبيسياليتي جيني الكتريك هي بارمي لي سيس فيليير موجودين في المنصب فورماسيون سي ان فورماسيون انتريسونت وريش انا اخترتها سبيسيالمون خاطر نحب الروبوتيك تو سكي امباركي سي ان دومين معروف ياسر في الالكتريك طرفة انه جيني الكتريك سبيسياليتي هذه من دون لي زاتر في اليار ما نجمو يعملوا شيء يحبسوا معناها تو يظهر الجيني الكتريك في الدار في اي بلاس في لاندستري بار اكزومبل ماشين على في الجدار هذوكم دي ماشين بروغرامي من عند الانجينيور جيني الكتريك مش كما يظن الناس الكل انه الجيني الكتريك انستالاسيون وكوابل عسلامة اليوم باش نحكي لكم على فورماسيون دو جيني انفورماتيك في لونسيت دونك فورماسيون تاعنا ابديتد و تخي بوليفالونت دوكو نقراو ديفلوبمون ويب نقراو باز دو دوني نقراو ديفلوبمون موبيل نقراو داتا ساينس نقراو بيج داتا داتا ماينينغ تو سكي حاجة ابديتد و مطلوبين ياسر في سوق الشغل Donc, personnellement, je veux être un cybersecurity engineer. Inch'Allah, je suis un peu plus en train de my dream ever. Femme, c'est l'option guide, la deuxième année, c'est le génie logiciel et l'intelligence artificielle, kif kif, ma touba bercha. Donc, Inch'Allah, je vous remercie. Bye, Dana, and peace. على ديبارتمون جيني ميكانيك في لونسيت باهي مادام نحنا توا في بارت ماشين اللي نسميوها نحنا المعمل كيما تشوفوا فما بليزيوغ ماشين وقت اللي تهبط الموني وتلبس بلوستك وتحاول تبراتيك الحاجات اللي قريتهم سونساسيون ياسر محليها بما ان جبدنا على قرايه اجي نحكي لكم شويه على السيستيم تاع القرايه في لونسيت بروميير اني ودوزيام اني باش تقراو حاجات مستو لي دومين دي لا ميكانيك تقراو ماتيريال باش تشوف عليهم ياسر كيما سي سوليد ووركس وكيما الكاتيا اللي كل باش تعاونكم باش تاخذوا دي سيرتيفيكا فيهم باهي اجي توا نحكي لكم زيدا على ثالثه اني فما 3 اوبسيون كيما سي بي اي سي فا او لو برود باش تجيوش من الاس ام اي راهم حاجات سهلين على الاخر باهي بعد ما تقراو شويه من ميكانيك البنين واش باش تختاروا الكهرباء على خاطر هاوش ولا وليه باش تختاروا الكهرباء على خاطر الماخت نتاعها باش تختاروا الكهرباء على خاطر البروفيت الميكانيك نتاعها ابخي تو الكهرباء ماهيش كركاسه واربعة جيلي plus précisément pour l'ensuite.
industriel, industrie, usine, ingénieur qualité, ingénieur d'approvisionnement, ingénieur d'ordonnancement, ingénieur de maintenance. Autant je me disais d'accord, c'est Blaise Flynn, qui m'a les cabinets de consulting, les bureaux d'études, les assurances ou même les banques. Pour assurer les métiers et domaines, l'ANSIT vous assure une formation polyvalente, bien encadrée et renforcée par le club génie industriel et les radics dans le sur-terrain où tu trouves de quoi il s'agit. Ou le plus particulier, l'ANSIT, il y a l'industrie 4.0, qui est le plus important pour l'ANSIT. Donc, merci comme vous êtes l'ANSIT, je vous encourage, je vous encourage et bon courage.